قد تبدو هذه المرأة مكبلة للوهلة الأولى، لكن حقيقة الأمر أن هذه إحدى العادات الشهيرة في ولاية كايان في ميانمار. ماريا خاينغ، امرأة تبلغ من العمر 83 عاما، اعتادت ارتداء خواتم برونزية ثقيلة حول رقبتها وركبتيها ومعصميها منذ طفولة. بدأت في ارتداء الحلقات عندما كنت في الثامنة. أخبرني والدي أنني كنت أشبه بالصبيان. كل فتاة ترتدي الخواتم، لذلك أريد ارتداء الحلقات أيضا. ومع زيادة الوعي والشعور بعدم الراحة أثناء البلع والرغبة في السعي وراء السرعات الجديدة، فإن الشابات في كيان يبتعدن بشكل متزايد عن التقاليد. ومن بين هؤلاء حفيدة ماريا زازاو البالغة من العمر 20 عاما. الحلقات ثقيلة وغير مريحة، كما أنني لا أعرف الكثير عنها ولهذا لا أرتديها. الحلقات المعدنية في كيان ليست مجرد عادة قديمة، بل هي موضع جذب للسياحة في هذه الولاية. وتعتمد أغلب شركات السياحة الآن على السياحة المجتمعية، مما يخلق دخلا للقرويين عندما يشتري منهم الزوار منتجاتهم اليدوية ومأكولاتهم، علما بأن 10% من عائدات تلك السياحة يذهب إلى صندوق المجتمع المحلي.